السلام عليكم يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم مع فيديو جديد. صار لي زمان عن هذه الفيديوهات هدول، بس هيك من بعد ما خفت الضغوطات كتير والحمد لله فتحت الأمور كلياتها، ف راح أرجع من الموضوع هذا. وخبروني، اكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم اهتمام لأستمر بهيك فيديوهات أو لا، لأنه الموضوع بحاجة لوقت وتنسيق، فمشان ما يضيع الوقت على الفاضي. أنا حابب أقدم لكم شيء أنتم حابينه وعم تستمتعوا بمشاهدته. موضوعنا لليوم بريمير ليج اللي راح يكون في موسكو يوم الجمعة الجاي. راح نشوف مين في من الدول العربية ومن اللاعبين العرب اللي راح يكونوا مشاركين بهاي البطولة أو بهذا الدوري. خليكم معي بعد الفاصل. مثل العادي راح نبدأ بالسيدات. كاتا سيدات معنا من المغرب سناء أكلمام، وعنا كمان من المغرب آية الناصري، وعنا كوميتي سيدات وزن تحت 50 كيلوغرام، عنا من الإمارات حوراء العجمي، وعنا من مصر ياسمين نصر الجولي. إن شاء الله عمول الأسماء مزبوطين، طبعا الأسماء مكتوبين في اللغة الإنجليزية والأحرف بالإنجليزية، مشان هيك أحيانا بيكون في خطأ باللفظ. بتمنى منكم تصلحوا لي كمان الأسماء اللي أنا عمولها بالغلط، صلحوا لي أسماءهم بالتعليقات. ومن مصر ريم أحمد سلامة. طبعا لاعبين الكوميتي السيدات تحت 50 كيلوغرام، عدد اللاعبين جميعا 36 لاعبة، ورح ننتقل هلا لوزن تحت 55 كيلوغرام، وعدد اللاعبين جميعا 27 لاعبة. ولكن للأسف بهذا الوزن ما في أي لاعب من ولكن للأسف بهذا الوزن ما في أي لاعب عربي متواجد بهذا الوزن، للأسف ما بعرف ليش. ورح ننتقل للوزن اللي بعده اللي هو تحت 61 كيلوغرام، والعدد الكامل هو 36 لاعب. وعنا من الأردن رهف علي، وكمان من الأردن أصيل النعيمي أو أسيل، إن شاء الله والأسماء مزبوطين. ومن مصر نورسين علي، ومن المغرب زهرة شجية. وهيك بيكونوا هدول هن اللاعبات العرب المشاركين بوزن تحت الوحدة أو ناقص 61 كيلوغرام. وبننتقل للوزن اللي بعده اللي هو تحت 68 كيلوغرام، والعدد كامل هو 34 لاعب. وعنا من مصر لاعب فريال عبد العزيز البطل الأولمبي، كلياتنا أنا أول واحد فخور فيها، طبعا أنا كنت عم تابعه مباشرة أثناء مبارياته في اليابان كونه أنا كنت موجود كمان هناك. واللاعب المصري ياسمين الحواري أو الحواري، ومن الأردن هدى جابر، ومن الإمارات فاطمة قاصف أو كاسف، إن شاء الله عم أقول أسماء مزبوطين، يا ريت تصلحوني بالتعليقات لأنه للأسف عندي مشكلة بالأسامي. ومن مصر نور أكرم السلمي. وننتقل للوزن اللي بعده اللي هو زائد 68 كيلوغرام، وعدد اللاعبين جميعا المشاركين 39 لاعب. وعنا اللاعب من مصر سهيلة إسماعيل، ومن مصر كمان حبيبة حلمي، ومن تونس شاهيناز جيمي. وبالنهاية بالنسبة للسيدات عنا كاتا تيم، كاتا جماعي، واللي راح يكون متواجد بس منتخب المغرب، للأسف عنا بس منتخب واحد عربي بهي المنافسة. ننتقل للقسم اللي بعده واللي هو الرجال، ونشوف شو في عنا بالكاتا رجال. وكاتا رجال العدد كامل هو 34 لاعب. وعنا من الكويت اللاعبين سيد سلمان الموسوي وسيد محمد الموسوي، طبعا كانوا كمان متواجدين في الأولمبياد كنا سوا في اليابان. طبعا أنا كتير مبسوط فيهم لأنه كنت كانوا هنن، يعني كان عنا لاعب من الكويت وأنا لاعب من أصول عربية، هن اللاعبين العرب الوحيدين بمنافسة الكاتا للرجال اللي كنا موجودين في اليابان، تحياتي لهم جميعا. ومن المغرب محمد الحاني أو الهاني، ومن المغرب صلاح الدين المنصوري، ومن الكويت محمد حسين. وبننتقل للكوميتي رجال وزن تحت 60 كيلوغرام، والعدد كامل هو 38 لاعب. وعنا من مصر كريم أبو عيطة، ومن الكويت محمد العتيبي، وكمان من المغرب أسامة إداري، ومن الأردن عفيف غي، ومن الأردن عبد الله حماد، ومن المغرب علي عبد الجنة، ومن الأردن عمر شقرة، ومن الجزائر سامي تاس. والوزن اللي بعده رجال تحت 67 كيلوغرام، والعدد المشاركين بالكامل 41 لاعب. وعنا من الإمارات أحمد عبد الرحيم، وعنا من الأردن عبد الرحمن المصادفة، كمان تحياتي له اللاعب، للأسف كنا موجودين سوا بديبون بودوكان بس ما قدرت أسلم عليه بشكل مباشر، من هون لتحياتي له وللأردن جميعا. ومن مصر علي الصاوي، علي الصاوي كمان لاعب روعة كان كمان بالأولمبياد، كمان كنا عم تابعه بشكل مباشر، تحياتي له كمان ولكل اللاعبين العرب اللي قدموا مستويات جيدة جدا. ومن مصر سيد علي إسماعيل، ومن المغرب سيد أوبيا،
ومن الجزائر يانس تاس. والوزن اللي بعده ناقص 75 كيلوغرام، والعدد الكامل للاعبين المشاركين هن 33 لاعب. وعنا من مصر ممدوح عبد الله عبد العزيز، ومن الكويت عمر العجيني، ومن المغرب أسامة فاس، ومن الأردن حسان مصاروة، وكمان من الأردن أحمد شديد. والوزن اللي بعده تحت ال 84 كيلوغرام، وعدد اللاعبين المشاركين بشكل كامل هن 39 لاعب. وعنا من مصر يوسف بدوي، ومن المغرب نبيل الشعبي، ومن الأردن مازن جويدي، ومن مصر أشرف عمر محمد، ومن مصر محمد رمضان، ومن الأردن محمود سجان. والفئة الأخيرة من الكوميتي اللي هو زائد 84 كيلوغرام، وعدد اللاعبين المشاركين بشكل كامل هن 28 لاعب. وعنا من الجزائر حسين دايخي، ومن مصر أحمد حازم محمد. وبالنهاية عنا الكاتا تيم، كاتا جماعي، وعدد المنتخبات المشاركين هن جميعا 8، ومن بيناتهم 2 عرب اللي هن منتخب الكويت ومنتخب المغرب. بالتوفيق للجميع يا جماعة. البطولة رح تبدأ يوم الجمعة إن شاء الله. فيكن تتابعوا صفحتي على الفيسبوك، ممكن بنسبة كبيرة جدا أنه يكون في لايف للبطولة بشكل كامل إذا أمكن. يعني ممكن يكون يا أما بس للنهائيات يعني السبت أو الأحد، أو يكون في بس مباشر كامل للبطولة كلها. أتمنى منكم تروحوا على صفحتي على الفيسبوك، تعملوا لي عليها متابعة وتنتظروا الإشعارات. هذا كان كل شيء لليوم. هذا الشيء أنا كنت أعمله من زمان قبل مشاكل كورونا، وحاليا عم برجع أعمله من جديد. خبروني إذا الفكرة جيدة، إذا حبيتوها. عندي يعني عندي إحساس إنه في إهمال للإعلام العربي كون الكاراتيه لعبة فردية، وأنا بدي استغل هذا المكان اللي أنا فيه، قناتي وكل شيء أنا عم أقدمه، بحيث إنه يكون حصة، يكون منبر، يكون جزء للإعلام في الكاراتيه على المستوى العربي. أتمنى أنه وصل هذا الشيء بشكل جيد. اكتبوا لي رأيكم وتعليقاتكم، وكمان توقعاتكم للبطولة بالتعليقات. لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة. نلتقي بالفيديوهات الجاية إن شاء الله. سلامات.